السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنروح جولة في الهرم وهناخدكم معانا ناكل في اكسبشن. هنفطر هناك في اكسبشن، وبعد كده هنطلع على الهرم نعمل جولة في الاهرامات هناك. اول حاجة دخلنا اكسبشن عشان نفطر هناك. في دورين، اول لما تخشوا المكان هناك في دور تحت ودور فوق. الدور الاولاني لو انتوا حابين مثلا تشتروا حاجة، والدور التاني على طول لو انتوا حابين تفطروا او تقعدوا هناك. هو المكان دوت في مشعل، في محطة مشعل في الهرم اكسبشن، الفرع بتاعه اللي احنا بنروحه. طلعنا فوق وطلبنا كرواسو تركي، والكرواسو دوت مش اول مرة نجربه، كنا مجربينه قبل كده، طعمه حلو جدا. هو كان سعره، واحنا قبل كده كنا مجربينه، كان 19 جنيه، بس وقت ما روحنا غلي وبقى سعره تقريبا بقى 30 جنيه. وهناك تقدروا تطلبوا مش كرواسو بس، يعني في انواع تانية من الفطار كتير، وفي مشروبات برضو كتير جدا، والمكان هناك قعدته لطيفة جدا. بعد ما خلصنا الفطار بتاعنا اتجهنا بعديها رحنا الهرم. اول لما دخلنا من المدخل رحنا عشان ندفع التذاكر. الاسعار لو الطلبة او كده في جامعات بيدفعوا 20 جنيه، لو غير الطلبة بيبقى 40 جنيه. طبعا كالعادة احنا رحنا يوم الجمعة، الدنيا كانت زحمة هناك، حتى شباك التذاكر وقفنا فترة شوية لان الدنيا هناك كانت مليانة. المشكلة ان احنا يوم الجمعة ده اليوم الوحيد اللي احنا بنبقى فاضيين فيه، وفي نفس الوقت وقت ما بنخرج الدنيا بتبقى زحمة جدا في المكان اللي احنا رايحينه، بس ده اليوم الوحيد اللي احنا بنكون ايه عندنا وقت فيه اللي احنا نخرج فيه. اول ما دخلنا على بوابة اللي بتدخل على الاهرامات على طول، علشان في بوابتين، بوابة ناحية الاهرامات وبوابة ناحية ابو الهول. بعدها تصورنا شوية قدام الأهرامات. احنا اي صور بنتصورها في اي مكان بننزلها على الانستجرام، هنسيب لكم لينك الانستجرام في الديسكريبشن بوكس، ادخلوا شوفوا الصور اللي احنا تصورنا فيها في الأهرامات. وعايزة اقول لكم حاجة كمان، احسن وقت تروحوا فيه الاهرامات وقت الشتاء في الصبح كده، الدنيا بتبقى شمس. طبعا في الصيف ما رجحش خالص ان انتوا تروحوا المكان دوت لان الجو هيبقى حر جدا. وهناك لو حابين تأجروا حصان او جمل او حنطور بيأجروا هناك الحاجات ديت لو حابين تستمتعوا باليوم، بس حاولوا ان انتوا تفصلوا معاهم لانه هناك المنطقة المكان سياحي فبيعلوا في الاسعار شوية، يعني هناك النفر تقريبا ب10 جنيه او كده. بس في حاجة، احنا هناك فطرنا في اكسبشن لان احنا ما نعرفش اذا كان هناك بيسمحوا بدخول الاكل في الهرم ولا لا، فعلشان كده قلنا نفطر هناك. يلا بقى كملوا الجولة معانا للاخر لان احنا رحنا اماكن كتير حلوة هناك، فحابين ان انتوا تكونوا معانا عشان تشوفوها. وده بقى المنزل اللي بيودي عند منطقة أبو الهول. شايفين المنظر عامل ازاي؟ المنظر كان حلو جدا. ده المنزل دوت اللي بيودي لأبو الهول، بس خلي بالكوا لأن المشي من الأهرامات لحد أبو الهول كتير شوية، والمنزل دوت طويل جدا.
وده بقى المكان اللي بيتعمل فيه حفلة الصوت والضوء، والحفلات ديت بتكون بالليل، فهما وقت ما روحنا هناك كانوا بيجهزوا ليها. وهنا لقينا زي معارض أو بازارات جنب بعضيها بيبيعوا حاجات فرعونية وحاجات تذكارية خاصة بالمكان، لو حد حابب يشتريها اللي هي تبقى حاجة ذكرى خاصة بالمكان. بعديها نزلنا المكان دوت لقينا ناس كتيرة متجهة في الاتجاه دوت وداخلة في المكان دوت واحنا ما نعرفوش، فقلنا نروح معاهم. هو المكان دوت كان زحمة، فانا قلت لآية تعالي نشوف هما رايحين فين. دخلنا المكان ده زي ما انتوا شايفين، وبعد ما دخلنا عرفنا ان اسمه معبد ابو الهول. بعد ما خرجنا كنا قدام ابو الهول بس عن قرب، وقعدنا نتصور قدامه. وهنا بقى متجهين رايحين للبازارات عشان نتفرج الحاجات الموجودة هناك، وهتلاقوا هناك تأجير الحصنة والجمال في كل مكان هناك في الأهرامات، يعني مش في حتة معينة بس، لأ طول ما انتم ماشيين هناك هتلاقوهم. وهنا بدأنا نصور لكم المعارض اللي جنب بعضيها، يلا شوفوها معانا.
بس كده الجولة تكون انتهت، يا رب تكونوا انبسطتوا معانا زي ما احنا انبسطنا في اليوم ده. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ولايك للفيديو. ما تنسوش تعملوا لايكات كتير للفيديو عشان ده اللي بيشجعنا نعمل لكم فيديوهات كتير وجولات كتير تانية حلوة الفترة الجاية. انا واميرة، يلا مع السلامة.